إنها معركة تحرير تهامة، خطوات متسارعة يحرزها الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي باتجاه مدينة الحديدة اليوم الرابع على التوالي، حيث تقف وحدات الجيش على تخوم مديرية الدريهمي، فيما توغلت وحدات أخرى باتجاه منطقة الحسينية، بينما لاذت ميليشيات الحوثي بالفرار باتجاه مدينة بيت الفقيه وشرق الدريهمي هربا من تقدم الجيش. يأتي ذلك بعد ليلة سوداء على الميليشيات، حيث دكت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في سواحل مديرية الدريهمي. ملامح الفرحة بدأت تتشكل في عودة مقاتلين عانقوا أطفالهم بعد طول غياب، كما هو حال المقاتل هايل الزرنوقي أحد أبطال كتائب الزرانيق الذي ينتمي إلى منطقة الجاح. فرحة مفعمة بتكبيرات النصر للمقاتلين ولأبنائهم الذين ينتظرون بعد فراق طويل لحظة الانتصار العظيم على ميليشيات أحالت الحديدة إلى جحيم لا يطاق. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.